بسم الله. أعزائي الطلبة، طلبة تكنولوجيا الأشعة في كلية نسيبة المازنية للقبالي والتمريض، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم. نحن اليوم هنا في وحدة الرأي المغناطيسي، وبادئ ذي بدء أحب على التأكيد على الأمور العملية التي قد تلزمكم في حياتكم العملية أثناء ممارساتكم في وجودكم في قسم أو وحدة الرنين المغناطيسي. عند استقبال طلب الرنين المغناطيسي يتم قراءة اسم المريض والتأكد كما أكدنا في كافة الأقسام أن نتأكد من اسم المريض من 4 مقاطع، مع رقمه الوطني، مع عمره، ووجود المعلومات عن المريض بشكل جيد، وأن يكون الفحص المطلوب بشكل واضح ومعلوم. وإذا التأكد ما إذا كانت في كل مرة المرأة في عمر الإنجاب أن لا تكون حامل، لأنه لم يثبت لغاية الآن سلامة الرنين المغناطيسي على المرأة الحامل، فتجنبا لذلك لا نقوم بتصوير المرأة الحامل إلا إذا أصر الطبيب الأخصائي المحول المريضة إلى القسم الرنين المغناطيسي على إجراء الفحص لحاجته الماسة إليه، فعند ذلك نقوم بعمل الصورة. قبل إدخال المريض إلى غرفة الرنين المغناطيسي يجب التأكيد على أن المريض ليس لديه ما يسمى بالكونترا انديكيشن تو دو ذا ام ار اي اكزامينيشن، فلذلك يجب إعطاء المريض ورقة تحتوي على أسئلة متعددة لنتأكد من أن المريض ليس لديه أي موانع أو عوارض لإجراء صورة الرنين المغناطيسي. هذه الورقة يعني تعتبر زي الكونسنت فورم، اللي هو يعني التفويض بالتصوير، بحيث إذا حصل لا سمح الله أي عارض للمريض أن يكون على مسؤولية المريض، أنا مسؤولية المريض. فهذه الورقة سويها هون، هاي الفحص هون، هاي أول ورقة يقرأها المريض بشكل جيد ويقوم بإعلامنا، وهي الورقة الأخرى إذا كان أجرى أي عمليات أو لديه أي معدن داخل جسمه فإننا لا نقوم بتصويره. فهناك مرضى لا نستطيع إجراء فحص الرنين المغناطيسي لهم، ومنهم أهم شيء اللي هو المرضى اللي مركبين بيس ميكر اللي هو منظم ضربات القلب، هذول بشكل خطر حقيقي على حياتهم، ولذلك وضعوا داخل غرفة الرنين المغناطيسي كبسة مخصصة إذا في حال أدخل المريض بالغلط أن يتم الضغط على هذه الكبسة فيتم إخماد المجال المغناطيسي. فمن الضروري أن نتأكد بأن المريض ليس لديه بيس ميكر، مش مركب جهاز تنظيم ضربات القلب. 2، أن يكون في حالة مرضى اللي عاملين عمليات القلب المفتوح، هذول لازم برضو يجيبوا كتاب من الطبيب المعالج أنه لا مانع لدينا من إجراء عملية تصوير مغناطيسي، إضافة للمرضى اللي عاملين عمليات قبل عام 2000، عمليات قديمة هاي كانوا يركبوا لهم بروستاتيك هب للهب الصناعي أو أي قطعة البليتات اللي داخل الجسم، هاي كانت بسموها يعني تنجذب للمجال المغناطيسي. الآن بعد اكتشاف الرنين أصبح كل ما يركب داخل جسم المريض بسموه كومباتبل وذ ام ار اي، كومباتبل يعني متوافق الرنين المغناطيسي، اي ان الرنين المغناطيسي ان يعني بعد 2000 زي ما قلت لكم صارت اي شيء يوضع داخل جسم المريض حتى بالاسنان حتى بالركب الاصطناعيه كلها كومباتبل وذ ام ار اي يعني متوافقه، الرنين المغناطيسي لا يجذب هاي المواد. واحنا في الرنين المغناطيسي ما بنخاف من الجذب فقط، احنا بنخاف انه الحراره الار اف اللي بنعطيه الراديو فريكونسي اللي بنعطيها المريض انها تنتقل الى هذا المعدن وتحرق التشو المحيط فيه، فهي مخافتنا برضو من وجود المعدن، مش بس انه يعني ممكن يصير له اتراكشن او جذب للمجال المغناطيسي. فاحنا لازم نتاكد من هذا المريض هذا ليس لديه موانع من ادخاله الى غرفه التصوير بالرنين المغناطيسي، لان كما تعلمون فان جهاز الرنين المغناطيسي له قوه جاذبيه 10,000، هذا الواحد تسلا 10,000 اكثر من قوه جاذبيه الارضيه 10,000 مره، الواحد نص طبعا 15,000، الاخر يقول لك 100,000 و150,000. فلازم قبل ما ندخل اي مريض لغرفه المغناطيسي نتاكد من الاجراءات، هاي الاجراءات مهمه جدا جدا جدا، اهم اني اعرف اصور رنين مغناطيسي، اني اتاكد هذا المريض نستطيع اجراء رنين مغناطيسي له، ما عنده بيس ميكر،
ما عنده أي موانع اللي ذكرنا لكم إياها. إضافة إلى المريض بيقوم بخلع ملابسه تماماً ولبس جاون مخصص هون بكرفة غرفة إعطاء الملابس هاي، ليقوم بخلع كافة ملابسه وارتداء هاي ملابسه سواء ميل أو فيميل. هناك لباس مخصص للفيميل ولباس مخصص للميل، يجب أن يقوم بارتدائه حتى يكون جاهز إلى عملية التصوير. نقوم باستقبال المريض هنا، وعادة كما ترون هنا فإن الأجهزة فإن يعني هناك لوحة إرشادية دائما بتكون على باب غرفة المغناطيسي، اللي هون الساعة، شلح الساعة، السيزر، المفاتيح، الكريدت كارد هاي، لأنه الكريدت كارد هاي إذا دخل على المغناطيسي بيروح على البنك بتلقى حاله بيكذب حاله ما عندوش شيء، فلازم هاي يشيلها برضو. إذا الطفايات الحريق، البيس ميكر حكيتوا هاي خطيرة جدا، هاي البروستيك هب هاي اللي حكيت لكم اللي هو الهب الاصطناعي. فبعد ما عرفنا هاي البريكوشن هي الإجراءات الأساسية جدا في عدم اللي يجب اتخاذها قبل إدخال المريض أو إجراء الفحص أو الإقرار بأن هذا المريض يستطيع إجراء الرنين المغناطيسي، يجب التأكد من هاي الأمور دائما وأبدا. الآن وحدة الرنين زي ما شفتوا تكون عندنا من الاستقبال اللي كنا جالسين عندها على الطاولة هناك، وحدة استقبال